ويعني انا كنت بقول للساده المشاهدين انه انا يعني توقفت قدام المعنى والرساله اللي انت قلتها النهارده امام الرئيس وهو بيكرم فريق المسلسل، ويا ريت يعني تعيدها لنا حتى بتفاصيل اكتر، لان انا عارف طبعا الوقت اللي كان متاح في الندوه يعني ضيق شويه. والله يا فندم بص، دايما في ناس كتير يقولوا لي انت دخلت الجيش، يعني لما شافوني في الممر او شافوني في الاختيار، انا ما دخلتش الجيش، بس شرف عظيم ليا ان انا كان نفسي في يوم من الايام ان انا اكون جندي من جنود مصر. فدي حاجه احنا لامسينها من جوانا، يعني انا اي نعم ممثل، بس انا في لحظه ممكن ابقى عسكري في الجيش، ابقى مقاتل في اي وقت، يعني فداء لبلدي، لان ده حاجه احنا مولده جوانا. فده المعنى بس اللي انا كنت عاوز اوصله لفخامه الرئيس النهارده، ان ده حاجه احنا مولوده فينا، يعني والا زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال علينا خير واجناد الارض. صحيح. وبعدين كل واحد مننا جندي في المكان بتاعه. طبعا احنا دورنا دور القوه الناعمه، يعني ده اقل واجب ان احنا نقدر نقدمه اتجاه ابطالنا واتجاه شهدائنا، يعني ولو جزء بسيط، انا شايف ان هي حاجه بسيطه، يعني انت استقبلت ازاي يعني حاله، لانه الرئيس كمان كان يعني في حاله من الصدق والاعجاب الشديد والتقدير الشديد للمسلسل وليكوا واللي انتوا عملتوه، يعني استقبلت كلامه ده ازاي وانت واقف على المسرح؟ والله يا فندم دي تاني مره بالنسبه لي، يعني سياده الرئيس كرمنا برضه بعد الممر. صحيح. ودي تاني مره بالنسبه لي بالنسبه للاختيار، فطبعا يعني انا اول اساسا ما عرفت ان انا هكرم انتخابات الرئيس، دي اعلى وسام يعني بالنسبه لي، وطبعا سعيد وفخور جدا ان الرجل الاول في الدوله هو اللي بيكرمنا. فمش عارف اقول ايه بجد، يعني بس يعني معناها بداخلي بجد مبسوط جدا. دايما ودايما دايما متالق، يعني انت باسم ربنا عليك انك عامل شغل كويس جدا، وان شاء الله يعني نبقى منتظرين اعمال كويسه، ويعني منتظرينك في اعمالك القادمه ان شاء الله. بشكرك جدا الفنان محمود حافظ.